السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. الفيديو هذا راح يكون عن انطباع الايفون 10S. اليوم كملت مع استخدام الجهاز اسبوعين، فحبيت اعطيكم رايي فيه. طبعا استخدمته استخدام ثقيل، استخدام خفيف، يعني استخدمته بجميع النواحي. من ركبته قبل اسبوعين والفرجة انا ما طفيها طبعا، حتى لو اشبك على الوايرلس، يعني هلكت الجهاز. في ايام هلكت الجهاز وفي ايام استخدم عادي. فخلنا نبدا اول شيء للكاميرا. الكاميرا كأرقام ما تغيرت من التنس اللي راحت إلى التنس، لكن كاستخدام تصوير مثل ما تشوفون الصور الحين متغيرة جدا. يعني ما توقعت إن لهالدرجة تصوير حلو. تقوم تصور سناب شات كثير، ما ضاف لي سناب شات، هذا كود حقي في سناب شات. وبرضو البتري بالنسبة لي أنا تغيرت. إذا كنت أستخدم الجهاز استخدام ثقيل راح يطول معي مثلا من الصباح للليل، وأغلب الوقت إني إذا استخدم خفيف بأني في الجامعة، فالفرجي ما طفيها طبعا مثل ما قلت لكم، وأكون شابك على وايرلس الجامعة. استخدام مثل ما تشوفون الحين بعد آخر شحنة فل. هذه الأشياء اللي استخدمت اليوم مثل الفيس تايم كلمت فيه قرابة الساعة، جلست في سناب شات قرابة الساعة، برضو التويتر جلست فيه نص ساعة مثل ما تشوفون عندكم. طبعا برضو سناب شات وهذه الأشياء عرفوا إن مثل اليوم إحنا الباتري عندي 55، لأني برضو تحديد الموقع ما طفيته. احيانا اذا طفيت هذا الموقع الجهاز استخدمه ولجيت انام برضه يبقى فيه 20-30 احيانا 40%. الاغلبيه يعرفون تحديد الموقع اذا كنت مشغله يصرف باتري كثير. جربت انا الجهاز بدون تحديد الموقع وعلى الفورجي، وجربت الجهاز برضه يوم على الوايرلس، بس طبعا على الوايرلس راح يتم معك يومين بالراحه لو تستخدم بس الوايرلس وبدون تحديد الموقع. برضه سرعه الانترنت مثل ما تشوفون الفيديو الحين، سرعه الانترنت بالشريحه في فرق كبير بين سرعه الانترنت في الايفون 10S وال 10S ماكس وبين الايفون القديم اللي راحت الايفون 10 ولا الايت ولا الاشياء كلها. برضه سرعه الواي فاي تغيرت، لان ابل غيرت القطعه الداخليه للانترنت مثل ما تشوفون برضه سرعه الواي فاي. بس لو نتكلم عن الشاشه، لو بتقارن الشاشه الايفون 10S بالايفون 10 ما حسيت بفرق، بما اني استخدمت اصلا الايفون 10S اللي راحت انا. كل جهاز ايفون 8 او 7 راح يلاحظ فرق كبير في الايفون 10S، وراح يلاحظ فرق اكبر برضه في الايفون 10S ماكس اللي بيستخدم 10S ماكس. صوت السبيكر بالنسبه لي انا ما تغير ذيك الدرجه، لكن تسجيل المايك في الكاميرا تسجيل حلو. لو بتسجل فيديو للكاميرا راح تشوف كيف المايك يشتغل من 3D، حركه جميله وحلوه في الايفون 10S وال 10S ماكس. وبرضه كلمت لكم عن التصوير، التصوير مع ال HDR السمارت. اتوقع تشوفون الصور الحين انتم تحكمون على التصوير. الفيديو تمنيت على 4K على 60 فريم في الثانيه، يحطون مانع اهتزاز فيزيكال، مش مانع اهتزاز رقمي، لكن للاسف ما حطوه في الايفون 10S ولا 10S ماكس. اذا كنت تبي مانع اهتزاز فيزيكال لازم تقلل الجوده على الفول اتش دي 60 فريم في الثانيه وتنازل، راح تشوف سلاسه التصوير ما يكون في اهتزاز. الكاميرا الاماميه حتلاحظ فيها الجوده ممتازه، في الفول اتش دي تصور لك 30 او 60 فريم في الثانيه، في الايفون القديم كانت تصور بس 30 فريم في الثانيه. فاذا بتصور بالكاميرا الاماميه على 60 فريم راح تلاحظ سلاسه الفيديو. تقريبا هذه الاشياء اللي لاحظتها بالايفون، وهذه الاشياء اللي كل الاشخاص يحتاجونها. تصوير الكاميرا اقوى. طبعا ما تكلمت عن المعالج، لان الايفون 10 السنه اللي راحت الى الان هو يعتبر افضل المعالجات في السوق موجوده، فالايفون 10S برضو افضل من الايفون 10، فما راح تلاحظ فرق، هو سريع يعني. في نهايه الفيديو اذا كنت تستخدم الايفون 8 او 8 بلس او اللي قبل 7 واللي تحته وحاب تغير، انصحك انك تشتري الايفون 10S او 10S ماكس. فرق كبير راح تلاحظ بسرعه الانترنت والاشياء كلها. وبرضو اذا كنت حابب الشريحتين، الشريحه الداخليه انك تقدر تحط كذا رقم فيها، او ان الشريحه الخارجيه، وعندك ايفون 10 لكن تبي اكثر من رقم فحول ايفون 10S اذا كنت تبي ذا الشيء. لكن انت استخدامك عادي وما تبي الشريحتين وعندك الايفون 10 فانصحك انك تتم على الايفون 10، تنتظر الاجهزه الجايه اللي بتجي السنه الجايه. بس هذا الانطباع الجهاز كله، باتري ممتازه، كاميرا ممتازه، سرعه انترنت ما تنوصف بالنسبه لي. يعني انا اوريدي هنا كانت عندي السرعه توصل 40، الحين زادت فوق ال 40، الحين توصل 80 عندي بالجوال. الحين مرات سويت لها تيست وصلت لي 100 وشوي. اذا تبي سرعه الانترنت فانصحك بالجوال، طبعا على حسب برضه الشبكه عندك اللي تغطي سرعه الانترنت هذه ولا ما تغطيها. وفي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. وانتظرون فيديوهات ثانيه، والسلام عليكم.